ضاربها برجله اليمين وقعد يقول الكلام الفارغ ده، وقعد يضحك وقال له هي دي اللي هتنقذك، وراح مطلع السيف وراح ضرب ايقونه العذراء بسيف. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. انا عاوزكم تتعرفوا على الست العذراء، لان الست العذراء امنا دي حنينه جدا جدا، طيبه طيبه خالص يعني. يعني طلع ليسوع في واحد اسمه فؤاد أنيس الخوري، وده كان بيشتغل سفير لبنان في البرازيل، وحكى القصة دي. بيقول في أثناء ده حكاها إيه على القنوات الفضائية، يعني مش حكاها في السر يعني. فقال كان في أسيس بروستانتي اسمه فون هيلدر، لما راح البرازيل الناس كان بتسمع له، فقعد يحط كل غضبه على الأيقونات وخلاها حرب بين الناس، والناس اتقسمت نصين، ان الأرثوذكس والكاثوليك دول بيؤمنوا بأي كلام، وكان بيتعامل مع الأيقونات بطريقة فظيعة، بيكره الأيقونات جدا، لدرجة انه دمه صورة العذراء ايقونة العذراء راح ضاربها برجله اليمين، وقعد يقول الكلام الفارغ ده وكده. الايقونة دي بالذات كانت معروفة في البرازيل باسم ابهارا بسيدا، اللي هي الشفيعة المؤتمنة، وهي ليها وش العذراء كده بس سودة، وهم عاملينها تعرفين حتى افريقيا بتعمل صور القديسين وصور يسوع كده لون الجلد اسود، لانهم بيقربوهم، لأن يسوع والقديسين بيبقوا قريبين من الناس، فهم بيعتبروا أنهم شكلهم وزيهم يعني. فطبعا لما عمل كده خلى فيه كمية سخط وغضب واحتجاج على اللي عمله، ده كله مش مهم. بس هو بعد ما عمل كده على طول شعر أن رجله اليمين بيتألم فيها بشدة، فيها ألم شديد، فراح عمل إيه؟ راح أمريكا بسرعة، ما هو أمريكاني، وقعد يتعالج في مستشفى. وكان طول إقامته في المستشفى دي كان في ممرضة جميلة جدا جدا سودة، بتيجي كل يوم بالليل تطمن عليه وتمرضه وتديله كل اللي هو عاوزه، وكانت وديعة جدا لدرجة انه هو حبها قوي وارتبط بيها خالص، لغاية بعد فترة طويلة قدر ربنا شفاه وبقى كويس. فلما شوفي حب يعمل، وهو مشهور طبعا فون هيلدر ده كان مشهور قوي كواعظ، قال يعني هيعمل حفلة لكل المستشفى ويشكرهم ويديهم هدايا. فبعد ما جمعهم كلهم سأل الأطباء ومدير المستشفى، أمال فين المضيف النيرس اللي كان بتجيلي بالليل، الممرضة اللي بتجيلي بالليل السمرة الوديعة الجميلة دي، أنا مش عارف إيه اللي خليها ما تجيش في وسطيكو يعني. فمدير المستشفى قال له إحنا ممنوع الممرضات يخشوا عند الناس بالليل ولا يقعدوا معاهم، إلى جانب إن إحنا ما عندناش أصلا ممرضة يعني سودة أو سمرة يعني. وهو بيقول له كده افتكر الأسيس ده، افتكر إيه؟ صورة العذراء، وش العذراء الجميلة الأيقونة اللي بتاعت البرازيل هي دي اللي ضربها برجله، ومن ساعتها عيي، وجت هي بنفسها تمرضه طول فترة مرضه. فابتدى يبكي قدام كل الناس وكان متألم جدا. والسفير فؤاد ده بيكمل الحكاية ويقول في اليوم التالي رجع القس إلى البرازيل، وهناك أعلن ندمه جهارا قدام كل الناس، واعتذر عن كل اللي عمله وأعلن توبة، والحقيقة ترك عقيدة البروتستانتية تماما ومشي يجوب العالم كله ويحكي قصته في كل مكان، ويحث المؤمنين على تكريم العذراء أم يسوع المسيح إلهنا، ويقول لهم يا جماعة لازم نتشفع بيها ونكرمها. الرجل ده يعني كل الحاجات اللي عملها متسجلة ومعروفة، والسفير اللي أنا اتكلمت عليه ده موجود، والعذراء شفيعة البرازيل موجودة أيقوناتها. فإحنا بنقول حاجات واقعية مش حاجات خيالية. أنا عارف إن الدنيا كلها بقى دلوقتي محدش يؤمن من غير ما يشوف،
وانا عارف ان الايمان راح، لكن حبايبي اوعى تنسوا القديسين معانا وفوسطينا والملائكة حوالينا والست العذراء الام الحنونة دي. حتى لو كنت انت غلطت فيها في يوم من الايام ما يهمكش، ارجع لها تاني وقول لها ام سوري، قول لها انا اسف انا غلطت في حقك، العذراء هتسامحك. وانت لما تطلع فوق هتلاقي مين؟ هتلاقي القديسين. هتطلع فوق تلاقي الست العذراء تقول لها انا كنت بشتم فيك طول حياتي؟ هتقول لها كده؟ هتقول لها اصل انا كنت اؤمن ان انت كنت علبه خدنا منها الجوهره رمينا العلبه؟ هتقول لها كده؟ يعني اذا كنت انت بتكرم والدتك امك اللي ولدتك، مش هتكرم ام يسوع؟ ام يسوع ام الاله بتاعي وبتاعك. رجع نفسك تاني، هتلاقي نفسك هتعتذر وتقول لها سوري. واذا كنت انت فعلا قفتي وبتحب قوي الست العذراء، كمل صداقه معها لانها مش هتسيبك، هي ام حنونه. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد. الست العذراء دي جميله قوي، يا ريت كلنا نحبها ونقرب منها مهما كنا. دي ام ربنا، مش اي ام، دي ام ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح حبيب قلوبنا كلنا. هقول لكم على حكايه غريبه قوي حصلت هنا في مصر في ايام الدوله الطولونيه، يعني عهد الدوله الطولونيه كانت مش كبيره قوي، من 870 ل 905 ميلاديه، يعني كله اول ان اول 250 سنه ولا حاجه. بس ايه، كانت احسن عصور الاسلام اللي جه عندنا في مصر، يعني فعلا كانت رائعه. لكن نشكر يسوع احنا دلوقتي اخر حلاوه. تعالوا اقول لكم بقى على اللي حصل مع احمد بن طولون نفسه. والي كان صعب صعوبه مش معقوله، كان اسرع واحد في استخدام السيف، وبيقول المؤرخين ان هو لوحده قتل حوالي 18 ألف واحد في سنين ولايته. حصل بقى في بدايه حكم الدوله الطولونيه دي، حصل ايه؟ الحاكم ابن طولون ده احمد ابن طولون قرر انه ينهب الاديوره والكنائس كلها. فراح هو ورجالته من دير لدير عمالين ينهبوها، فراحوا في دير واسروا الرهبان اللي فيها واسروا الرئيس معاهم راجل كبير وبهدلوهم وقعدوا نهبوا الدير وكده. فالرئيس الدير وهم بيجروه بره الكنيسه بص للعذراء الايقونه العذراء وقال لها انقذينا يا ام النور. فاحمد بن طولون سمع كده وقعد يضحك وقال له هي دي اللي هتنقذك، وراح مطلع السيف وراح ضرب سوق ايقونه العذراء بسيفه. فلقى العذراء راحت طلعت من الصوره وخدت السيف وحطته له تاني في غمده، العذراء بنفسها. هو شاف وما اذتهوش، هو شاف الحكايه دي انعقد لسانه من الدهشه، وقف كده شويه هو وجنوده مش عارفين يتحركوا، وبعدين قرر انه ما يعملش كده خالص ولا ينهب الاديوره ولا الكنائس ولا يجي ناحيتهم خالص، وراح واخد العساكر بتوعه ومشي وساب الرهبان وساب رئيس الدير، واتغير خالص احمد بن طولون تجاه الاقباط بعد الحادثه دي. لو تفتكروا احمد بن طولون ده في اول حياته كان هيهد كل الاديره والكنائس برضه، وبعدين واحد اسمه سعيد بن كاتب الفرغاني مهندس قبطي قال له ما تهدش عشان خاطر الاعمده، انا هبني لك جامع بدون اعمده. ولغايه النهارده جامع احمد بن طولون اللي بناه المهندس القبطي تحفه معماريه بدون اعمده خالص، واو، لغايه النهارده الناس بتيجي من كل الدنيا علشان تشوف التحفه المعماريه. عمل ايه بقى احمد بن طولون مع سعيد بن كاتب الفرغاني؟ قتله. ليه؟ عشان قبطي. بعد ما عمل كده قال له لحسن تروح تعمل كنيسه زي دي، فراح قتله. يمكن ندم بعديها لما عرف شاف العذراء والعذراء عملت كده، لكن المهم ان هو اتغير خالص وامر بحمايه الكنائس بعد ما كان بيامر بهدها. والحقيقه ان قطر الندى تقريبا بنته كانت دايما ترجع للعذراء وحاطه صوره العذراء عندها في اوضتها، وهو الحقيقه غير معاملته خالص لغايه ما مات سنه 884، غير معاملته خالص للاقباط، وكان حكمه لمده 16 سنه بس للاسف، لانه لو كان طول كان هيساعد اكتر الاقباط. يعني كل اللي نعرف نقوله
استغيث بالعذراء، قول لها انقذيني يا ام النور من اي حاجه انت موجوع فيها وتعبان فيها، قول لها انقذيني يا ام النور. هي مش هتسيبك، هي بتسمعك، اصلها ام، وام حنينه جدا، ام بتحبنا قوي، ام بتسمع كل واحد، اصلها مرتبطه بابنها قوي، ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. فعشان كده لما انت بتقول لها انقذيني، يسوع بيبعتها على طول عشان تنقذك. ربنا يدينا ان احنا نعرف ام النور ونقرب منها. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والابد، امين.